أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن هناك نقلة نوعية في عدد المساجد التي تم افتتاحها بعد إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بمحافظة الجيزة منذ شهر سبتمبر 2020 وحتى الآن. وأشار وزير الأوقاف خلال لقائه أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور شوقي على مفتي الجمهورية، أشار إلى سبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدور العبادة لمواجهة فيروس كورونا. نتابع. وتستمر افتتاحات وزارة الأوقاف للمساجد الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية، لتحظى محافظة الجيزة بخمسة مساجد جديدة، ضمنها مسجد النور بالمنصورية الذي بني بطراز معماري إسلامي يحمل عبق الأجداد ويكون توثيقا لتطبيق نماذج الدولة الحديثة في بناء المساجد. اليوم بيتم افتتاح خمسة مساجد محافظة الجيزة. إجمالي ما تم افتتاحه في الجيزة من أول سبتمبر إلى الآن كما ذكرت 61 مسجدا، منها 48 مسجد اما انشاء جديد او احلال وتجديد. فالدولة معنية بالمدن القديمة، تطويرها بالمحافظات، بالمدن الجديدة، عمل دوب. محافظة الجيزة الحمد لله يعني في هذا العهد، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشهد نهضة عمرانية في كافة المجالات. يعني مش في، يعني اذا تكلمنا على البنية التحتية فهي مشروعات بالعشرات وتقدر يعني بعشرات المليارات اللي بتنفق فيها. لو اتكلمنا على الطرق فهي يعني كل المجالات بتشهد نهضة عمرانية في محافظة الجيزة حضرتك خلال الفترة الحالية. والتعاون بالفعل قائم جدا ما بين دار الإفتاء المصرية وبين وزارة الأوقاف المصرية في كل النواحي، وهناك لقاءات مستمرة بيني وبين معالي الوزير وعلى كافة الأصعدة. المسجد أقيم على مساحة 1600 متر تقريبا بتكلفة فاقت 10 ملايين جنيه، ليصبح صرحا معماريا يضم عددا من الخدمات لمواطني المنطقة. ده أنا عملت صرح لأهل بلدي للمنصورية، نغير صورة المفهوم العام للبلد بصورة طيبة، إن البلد فيها خير. بلدي المنصورية ساعدت في كل طوبة اتحطت في البلد. ده صرح كبير وزي ما حضرتك شايف طراز معماري فريد، مساحة شاسعة، يعني كل شيء يعني يسعد الإنسان، وإن شاء الله ربنا إن شاء الله يصلوا بعمار هذا المسجد، لأن صرح كبير من مساجد محافظة الجيزة كاملة. وصف المشهد في افتتاحات المساجد الجديدة خلال الفترة الماضية والحالية بات أمرا صعبا من شدة ما تمتاز به من رونق وجمال في التصميم، بعد أن خطت الدولة خطواتها نحو كسر الصعوبات في البناء بالأشكال الهندسية القديمة، وليبقى بذلك مفتاح الإشراف الهندسي أوقافيا. افتتاحات لمساجد جديدة تأتي على أرض محافظة الجيزة تزامنا مع عيدها القومي، مساجد شيدت بطراز معماري فريد، ما ينم عن اهتمام الدولة المصرية بالحداثة والتطوير لتنطلق نحو حياة كريمة وتغدو إلى مستقبل أرحب. وليد هيكل، التلفزيون المصري.